ايه الحكايه يا حسين الضيف؟ مالها مكعبله معاك كده ليه؟ مكعبله على الاخر. يا معود، وانا عيطيني ورقتي؟ جيب كارت. انا ما اعرف زي ما بيه ما خدتش اشبيك؟ اسف معلش ملحوقه. اه انت فوتني، فين الكارت بتاعي؟ معلش يا مؤاخذة. ماشي ماشي، ما تقهرش، ما حصلش حاجة يعني. حتى اخوك صالح اللي خد لوكشة ولا لسه هياخد من فؤاد من بيع الشركة؟ ما افتكرنيش بشوية فكة اظبط بيهم حالي وافك بيهم مشاكل دقيقتي. تمام يا استاذ صالح، لما ضفنا ورقة اموال عامة ممكن حضرتك تصل في التحويل ده خلال اسبوعين بالكتير. طب ربنا يخليك يا سعادة الباشا، انا كان جاي لي تحويل صغير كده بمبلغ 5000 دولار كنت عايز اصرفه. قوي قوي، لو معاك بطاقه رقم قومي ممكن تصرفه حالا. اه لا معايا طبعا. اتفضل على الشباك. طيب ما تحرمش، كلك ذوق يا باشا. اتفضل. موسى ايه؟ انا جيت بدري شويه عن الميعاد. لا لا بدري ولا حاجه، اقعدي 5 هروح اشوف ماهر واجي. طيب ماشي بسرعه بس. بتعمل ايه يا علي؟ بلبس عشان امشي. تمشي ليه؟ انت عايزاني في حاجه تانيه؟ لا انت هتقعد هنا على طول، انت تروح تجيب هدومك كلها عشان دي هتبقى اوضتك. هو انا هعيش معاك هنا؟ اي علي. حاضر، أنا هروح أجيب هدومي كلها وهاجي لك. ما تتأخرش؟ ما أقدرش أتأخر عليك أبدا. هند ايه اللي جابك هنا؟ ايه كنت رايحين فين؟ ابدا هنروح فين يعني؟ كنا جايين لك. انا اصلي لقيت نفسي فاضيه يعني، فقلت اجي اقعد معاك شويه لو فاضي. بنت تنور، تعالي نقعد في الشقه. تعال. لا ما هو انا مخنوقه يا صالح، مش عايزه قعده الشقه. مخنوقه منين؟ خلاص يا ست، تعالي نقعد في اي كافيتيريا نشرب حاجه. تعالوا سامعانا يلا. ايه اللي خانقك؟ قوليلي. منوره هنوده. منورة يا موسى. الله يخليك. اللي يشوفني كده هتحسي قاعد ما تنزل القمر. إلا بالحق. كنت بتعملي إيه في الزمالك؟ ما أنا يا صالح أصلي مش بترد أنت على موبايلك عشان أكلمك. وبعدين سمان في الشغل وعادي يعني، مش حرام إن أنا أكلم أخويا وأنزل له الزمالك يعني. لا طبعًا مش حرام. بس يعني المنطقة اللي أنا شفتوك فيها بعيد قوي على الشقة اللي أنا مأجرها. أنا كنت بفرجها الزمالك. آه بتفرجيها الزمالك. طب اشربي يا هنود، اشربي العصير بتاعك حبيبتي. هو سليمان جوزك ما قالكيش عملت إيه فيه وأنا سايق؟ لا حكالي. راجل طيب. آه والله ارتحت له كده. الحمد لله. ربنا يكرمك كده ونشوف لك عيل صغير كده. نعم. نعم الله عليك. عيل صغير كده يبقى نصه اسباني نصه مصري يطلع شوكولاته زي كده يا نود. صالح انا في حاجه كنت عايزه اقولها لك بس مش عايزاك تزعل. لو حاجه تزعل ما تقولهاش. انا عقيمه يا صالح. ما بخلفش. حبيبتي اخوكي انا مش عايزك تخافي، انا هوديك لاكبر دكاتره.
ولو طلب ان انت تروحي بره اسفرك بره، ما تخافيش. ان شاء الله خير. ان شاء الله هتخلفي ان شاء الله. يا عامر مختفي بقالك كام يوم؟ انا جيت لك اهو يا معلم. ما بتردش على التليفون ليه؟ معلش بقى، الواحد بيبقى مشغول شويه والعتب على النظر ما شفتش. ماشي يا عم ماشي. طب بقول لك ايه، انا اروح مشوار كده وراجع تاني، في عايز حاجه؟ ماشي عامر. وقت جورج كان عايز منك ايه؟ مفيش، كنت وحشه وكان عايز يشوفني، انت عارف العشره بقى. ما تلعبنيش يا عامر، ما تلعبنيش. وقت كان عايزك تشتغل معاه مش كده؟ ايه ده؟ انت قاطرني بقى يا معلم. يعني حصل. وفرت حصل يعني يا معلم، ايه المشكله؟ وقت كان عايزك تحل محل صالح في الشغل مش كده؟ ما في حد ينفع يحل محل صالح في الشغل برضه. يعني وافقت ولا ما وافقتش؟ انت عارف اخو المعلم معلم برضه. يعني حصل ولا ما حصلش؟ والله المبلغ اللي عرضه عليا خلى الدماغ توين بصراحه يعني. عرض كام؟ مين ده؟ فؤاد. عرض الدبل. بص يا عامر، انا محتاج لك صاحب الشغل بس ما اقدرش ادفع لك الدبل. خلاص يبقى نقسم البلد نصين. يعني اشتغل هنا وهناك. ازاي؟ كل واحد على قد فلوس وكل مرغوط على قد دمه. لا كده يا عامر. والله يا معلم جبرا شريف، بس اعمل ايه بس؟ دخل على جواز بقى وعفش وهم ما يتلم وشبكه خلاص. شوف يا عامر، انا هدي لك اللي فات هديهولك بس بشرط تشتغل في حته واحده بس، مكان واحد عندي هنا. وانا معاك هنا. ماشي يا معلم. سلام. فؤاد بيلعبني. يعني بعد ما ارتحت من صالح وبقيت لوحدي في السوق، جاي فؤاد وعايز يخطف عامر. ماشي يا فؤاد ماشي، لما نشوف اخرتها. انت مبسوط انه زودك، بس واحد زي ده ما ينفعش تشتغل معاه. ما تخافيش حبيبتي، حبيبك راجل وجدع ويسد في المنطقه دي جامد قوي. ما انا عارفه، بس انت في غربه مش في مصر. ليك ما تخافيش، انا فاهم كل العيب جنب كل حركاته، وهو كل اللي يهمه ان انا اعمل له شغل. خلاص يبقى كده تمام. لا لا، انا مصره انك تشتغل مع عمو فؤاد احسن مليون مره. يا صابرين قلت لك 100 مره، خلاص قفلنا الموضوع ده، بلاش نفتحه تاني بقى. المهم خلينا في الجد، هنروح عندنا نجيب اوضه النوم بقى. انت وحظك، ماما تقتنع الاول واعمل اللي انت عايزه. ماما تقتنع الاول واعمل اللي انا عايزه؟ يا امك دي فعرق تركي. اشمعنى؟ بس دراسه ناشفه قوي. احترم نفسك، دي ماما. ماما يا دلي يا دلي. امشي. علي جبت حاجتك كلها؟ كل حاجه. وحشتني شويه الصغيرين دول. كويس، عشان تقعد معايا على طول. تعالى يلا بينا على فوق. يلا. هاي ماما، كيفك؟ كيفك انت حبيبتي؟ تعي تعي، شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. تعي حبي معي ورق. شرفك ماما، بتعرفيني ما الي خلق على الورق. خلاص احكي لي كيف كان يومك حبيبتي. خير ان شاء الله، مش بالعاده. شوفي يا بنتي، وانا ليا حدا غيرك بالدنيا؟ كل اللي عايزاه اشوفك احلى عروسه، افرح فيكي، اشيلك ابني قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما. خلاص اللي فات مات، شوفي اللي يريحك ويريحني. انت عارفه اللي يريحني يا ماما. انت عنيده. anyway مش وقت عتاب. شو رايك اللي اجوا قبل كده وتقدموا وترفضوا، اما يجوا تاني موافق عليهم؟ شو عم تحكي عن جد يا ماما؟ انا بعشقك يا ماما. قلتي لي يا ماما حبك. انا حبيبتي انت. البنت اتهبلت ولا ايه؟
ايوه يا عامر ماما وافقت. انا مش مصدقه داني لحد دلوقتي. انت بتتكلمي جد يا صابرين؟ امك وافقت؟ معقوله؟ قالت لي يجي يتقدم تاني المره دي هقبله. هو ايه اللي حصل لامك بالظبط؟ فيها بنت هتكون بتموت ولا حاجه؟ بعد الشر عليها ما تقولش كده. بس انا بصراحه مش مصدق واحده زي امك كده توافق عليا بين يوم وليله. يعني في ايه اللي حصل لها؟ هي وقعت على راسها من البلكونه ولا ايه؟ ايه السبب يعني؟ يا عمي مش مهم شو السبب، المهم انها وافقت وخلاص. على قولك خلاص. انا بقى هقوم اجهز نفسي كده بقى ايه واظبط حالي عشان بكره اجي اتقدم لك. لا لا مش بكره يعني، عشان استعاد خليها الاسبوع اللي جاي. بس انا بصراحه يعني خايف ترجع في كلامها تاني. تفتكر؟ بصي بقول لك ايه، انا هلبس دلوقتي واجي لك واتقدم لك وخير البر عاجله. يا مجنون، بحبك يا مجنون. مجنون؟ والله ما عدت عارف انا اللي مجنون ولا انت. والله امك فوزيه ام شعر اصفر دي. نتكلم بعدين. طب ايه رايك يا هنوده لما بكره نروح كده نبص على الارض اللي في 6 اكتوبر في طريق اسكندريه الصحراوي، نشوف حاجه كده على مزاجي؟ ممكن جدا، انا موافق، بس على شرط نتحرك من هنا. اشمعنى من هنا يعني؟ يعني تبات هنا ونتحرك نروح مع بعض احنا الثلاثه. ايه رايك يا هند؟ ها؟ ايه اللي ها؟ بقول لك بكره نروح نتفرج على الارض. هعملك العشاء، هعملك العشاء. عشاء ايه يا بت؟ اسمعيني، انت فين؟ انا بكره مش فاضيه يا صالح. ايه اللي مش فاضيه؟ وراك ايه يعني؟ حاجه مهمه، حاجه مهمه. ايه اللي مهمه دي؟ يا بت يا هند عايزين نتفرج على الارض بكره، انا عايز اشتريها. معلش صالح، هو مشوار يخصني انا. انا فاضي، ممكن اروح معاك وهي تروح في اي يوم تاني. ماشي يا عم على دماغي، بس انا كنت عايزها تيجي معايا. مشوار مهم قوي يعني؟ ايوه يا صالح مشوار مهم، مش هينفع اجي. سبحان الله، ما تاجليه يا ست. بقول لك ايه، خليها تيجي. هحاول بس صعب. في ايه انت؟ ليه عملت كده؟ مفيش. ومشوار ايه اللي عندك بكره؟ ما عنديش حاجه يا سلمان، انا بس مش عايزه اروح معاكم. طب يا حبيبتي انت كنت ممكن كنت ممكن تقولي عادي. Yo no entiendo qué te pasa. No pasa nada. Nada، مفيش حاجه ينفع تفهمها. انت مش عايزاني اروح مع صالح بكره؟ لا يا سلمان روح مع صالح، بس من فضلك سيبني في حالي. رد. دينوسة. حلو. انوسه. يعني ايه؟ يعني ايه مش هترديني؟ طب اسمع، اسمعي اسمعي اسمعي. طيب خلينا نتقابل بعد كده نتكلم. طيب طيب ماشي ماشي، سلام دلوقتي. من فضلك يا سلمان سيبني انام من غير اسئله. سلمان عشان خاطري متزعلش مني. مش هوديكي. يعني ايه مش هتوديني؟ احنا كنا متفقين. ورجعتي في كلامي ومش هوديكي. بعد اللي سمعته في الكافيه
حد يقول كده لاخوه في الكافيه؟ يا شيخة تقل ده انت شايلة. انت لو ما ساعدتنيش والله العظيم لموت نفسي. انا واقفه بتحايل عليكي بقالي ساعه، حرام عليك يا نوسة. ان شاء الله تتحايلي العمر كله، برضو مش هوديكي، وكفايه ان انا ما قلتش لاخوكي بقى كده. اه ماشي يا نوسة ماشي، انسي بقى الموضوع ده خالص. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ هتضيعي نفسك يا مجنونه بطلي جنان. انت مالك بيا بقى؟ مالكيش دعوه بيا. يلا بقى يا جماعه. سليمان ما يلا يا هند. صالح ايه؟ مش هتيجي برضه ولا ايه؟ ما هي هند عندها مشوار قالت لك عليه. انا جاي معاك. بس كان نفسي تيجي تشوف الارض يعني. هاي هتروح معاك في يوم تاني اكيد. اه اكيد. طب يلا بينا. يلا بينا. يلا. أنا كنت عايزة كشف مستعجل. باسم مين حضرتك؟ هند أبو ضيف. كام لو سمحتي؟ 200 جنيه. اتفضلي ارتاحي يا ضيف. اوعى، احنا لسه ما اتجوزناش. هانت خلاص يا حبيبتي. هانت هانت ان شاء الله. بقول لك يا حبيبتي، يعني مش فيش في يوم من الايام كده
هتندم ان انت اتجوزتيني. انت ليه بتقول كده يا عم؟ يعني عشان فرق التعليم اللي بيننا، انت بكالوريوس وانا دبلوم، انا سواق وانت مدرسه، يعني يا احلى سواق. انا عمري ما فكرت كده، دايما بشوفك احسن مني بكتير. اصلا اعمل ايه في امها دي؟ يعني ممكن لو حصل مشاكل تعملي مقارنات بينا. اولا المشاكل وارده في كل بيت، صح؟ ثانيا انا بقيت فهمك كويس قوي، بعرف اتعامل معاك. وثالثا كل ست بتحب السعاده، وبتكون غبيه اللي بتسيب السعاده، وانا السعاده معاك انت. انت كتير عليا يا صبري. لا مش كتير، طالما انت ليا لوحدي بس، ما بتلعبش بديلك. ده انا اقطع ديلي لو لعب. هنشوف. طب ما تيجي نشيل، هفرجك على التليفريك. اركن على جنب كده يا سليمان. هنا؟ عند اليافطة دي. اه. اوكي. الأرض دي ريح حلو قوي يا سليمان. فعلا ما شاء الله. وبعدين الشمس ضربة فيها طول اليوم من ساعة ما يطلع لغاية ما ينزل. اللهم صل على النبي. هنا اعمل الشركة الشحن بتاعتي، واعمل بيت كده ليا ولاخواتي، والهند طبعا ده هتسكن معانا يا سولو. ان شاء الله ان شاء الله. ايه رأيك؟ حلو قوي، حلو جدا. عايز اعمل نظام جديد بقى. كل اخ من اخواتي عامر وعلي وحسين اجيب له عربية كونتينر باسمه يشتغل بيها براحته، بس يبقى برضه تبع الشركة. واعمل هنا 5 ثلاجات زي ما قال الكتاب. ثلاجات؟ اه ثلاجات للتخزين وتجميد البضاعة. اه ريفريجيراسيون. يا جدع كلمنا عربي. قصدي ثلاجة بتاعت فاكهة خضار لحمة. خلي بالك دي مكلفة، ربنا يقدرنا. إن شاء الله. إيه رأيك يا سولو؟ حلوة. بس سيبك من موضوع التدريس ده وقت تيجي تشتغل معانا. أسوق؟ اه أركبك تريل. هتبقى إيه موسيمة؟ نقل تقيل. تخيل انا بحب الافكار دي المجنونه قوي. انا احبك كمان يا سولو. الله. هي الارض دي. اه اوعى اكون معطله خالص، بس الشمس قربت انزل. لا شمس ايه النبي يا شمس، خليك شويه، خليني استمتع بالجمال ده. شفت الارض بتاعتنا وخيرنا؟ اللهم صل على النبي. انت مبسوط قوي صالح. نفسي بقى هند كانت تبقى معايا الوقت، اكيد هتفرح ان شاء الله. عايزين نروح لهيئه ديت ونشوف نتطقص. طب تعالى ناخد ارقام تليفونات. مفيش ارقام تليفونات، انت تطلع على طول على الاصلاح الزراعي. تمام تمام. انت عارف هو فين؟ اكيد هنسال ونعرف. طب يلا. اوعى اكون معطله خالص. انا مبسوط، انت مبسوط.
شكرا. أبلة يا أبلة. أيوة. مش أنتي برضو حامل وعايزة تنزلي؟ بصي أنا عندي دكتور شاطر قوي بس أجره عالي شوية، هياخد 10,000 جنيه بس هيخلصك من الهم اللي أنتي شايلاه على قلبك. وبافتكري أختك الغلبانة بألف جنيه. بصي بقى، أنتي هتستنيني على ناصية الشارع بتاع العيادة الساعة 7 الصبح، هي ساعة زمن، وهتستريحي من الهم اللي على قلبك.